الحين بديت اتمنى فوق السماء، اوكي؟ شو خليك خليك ان انا معك، خليك ان انا عليك. اوكي عبدو، انا انت كمان اخذها، عبدو اخذتها منك، يلا كمان. حلو حلو، من وين هذا البرازيت؟ حلو انك تكوني حلوة وتعكسي هالشيء اكيد بشكل، ولكن احلى اذا قلت ترجمة حالتي بالفعل. جموع بهزها على الهواء من خلال التعبير عن افكاري طبعا، طموحاتك، تطلعاتك للمستقبل، وتشكلي نقطة حسنة بحياتي، مثل ما تكون هالمرحلة حسنة ومن خلالها بالصوايا. عندك كثير عم تنسي كمان. من المرشحات انها ترسم نقطة تحول بحياتها. هلا بطلب من المرشحات ال 11 انه يتفضلوا على المسرح، وطبعا كل وحدة رح تنسأل سؤال من قبل الشباب الحكم، والعائلة رح تشكل 30% من المجموعة العام. صبر يا حلو، يلا لجنة بيقعدوا هادي. أنا أخذ أخبار الغلاف وطبعا من سألت من أنا لجنة الحلاف. أوكي، هلا شو الخلاف؟